هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع أولا ما أخذنا في الدرس الماضي، ثم نبدأ ماذا أخذنا في الدرس الماضي من الأحاديث. يا أخو أترك الجوال يا رجل. نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، حديث قلنا أنا في هذا الحديث ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد من اجتنابه، وهذا أبلغ في البعد، تجعله في جانب أنت في جانب آخر، وتتعاطى كل الأسباب للبعد عن هذا، ولا تقربوا الزنا غيره. هنا في هذا، وقلنا كلفنا الله سبحانه وتعالى بأقل مما نطيق، ومع هذا جاء التخفيف. وتنقسم الاستطاعة إلى ثلاثة أقسام، يستطيع على العمل بالكلية بأكمله، يأتي به كاملا، لا يستطيع يسقط عنه، يستطيع على البعض دون البعض، إذا كان يتجزأ كالصلاة مثلا الذي يقدر عليه يأتي به، والثاني يسقط عنه، وكان لا يتجزأ كالصيام يسقط عنه بالكلية. وذكرنا أن المشقة تنقسم إلى قسمين، مشقة لا تنفك عن العبادة، هذه ليس فيها تخفيف، ومشقة كالصيام مثلا في شهر الصيف، ومشقة تنفك عن العبادة، هذه فيها تخفيف. والتخفيفات الشرعية قلنا إما كالجمع بين الصلاتين، أو قصر الرباعية للمسافر، أو قضاء رمضان للحائض والنفساء والمريض مرض يرجى برؤه، وغير هذا من التخفيفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولماذا قال فأتوا منه ما استطعتم في الأوامر، ولم يقل هذا في النواهي فاجتنبوه ما استطعتم؟ لأن الاجتناب ترك، وهذا يقدر عليه كل أحد، أما الأمر فعل لابد من التخفيف فيه على ما جاءت به الشريعة. طيب، نعم، الدين النصيحة للدرس الماضي ما قبل الماضي، أمرت أن أقاتل الناس. قلنا هناك فرق بين المقاتلة وبين القتل، وهذا ما يكون إلا من السلطان، والمعصوم النفس المعصومة أشياء أربعة: المسلم والمعاهد والذمي والمسلم. خرج بهذا المحارب يقاتل من السلطان، نعم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلا بحقها. نعم، وقلنا من هذا الثيب والزاني على ما سيأتي معنا مثلا. طيب، نعم، لا أقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى طيب ومنزه عن كل نقص وعيب، ولا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال، وهذا الرجوع فيه يكون إلى كتاب السنة. والآن ننظر إلى الطعام والشراب، صحيح، ومن أسباب إجابة الدعاء أمور: السفر، حال السفر، ثلث الليل الآخر، في السجود، رفع اليدين، إلا ما ورد النهي عن الرفع فيك الجمعة في غير الاستسقاء. افتتح الدعاء
بالثناء على الله سبحانه وتعالى، كان يقول يا حي يا قيوم أو يا رب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطهارة واستقبال القبلة. وإذا كان عليه أثر ناشئ من العبادة دون تكلف، قلنا هذا أدعى لإجابة الدعاء، بخاصة إذا كان في حال ضرورة، أما يجيب المضطر إذا دعا. والمطعم والمشرب، أي نعم، فمن أسباب إجابة الدعاء أن يطلب الرزق مما أحل الله سبحانه وتعالى. بيع الخمور وبيع الخنزير وبيع الأصنام والسلاح في الفتنة وغير هذه الأشياء، هذا كلها رزق محرم. نعم. طيب، هذا الذي أخذنا، الحمد لله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبت هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. نعم. قال رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الشريعة جاءت لقطع الوساوس، واليقين قاعدة عند الفقهاء، بل هي من القواعد الكبرى. اليقين لا يزول بالشك، وبهذا ترتاح وتقطع الوسواس. من أحسن ما يقال في الوساوس أنها من الشيطان، وكل ما كان من الشيطان دعه جانب ولا تلتفت إلى الوساوس، والحمد لله رب العالمين. والوساوس قد تجعل الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، يعني عندما تزيد به حتى يترك هذا الدين، نسأل الله العافية والسلامة. وذكرنا لكم يعني قبل أن الشك إذا كان بعد الفراغ والانتهاء من العبادة هذا لا يلتفت إليه إطلاقا. صلى الآن هذا الأخ وقال: أشك هل قرأت الفاتحة في الثالثة أم لا؟ انتهت الصلاة؟ لا تلتفت إلى هذا، ولو رجع وعاد الصلاة فهو آثم. كبر تكبيرة الإحرام وشك هل هو متوضئ أم لا؟ نقول: عندما كبرت على ماذا؟ على يقين أنك على طهارة، إذا لو خرج من الصلاة فهو آثم. طاف 7 أشواط وعندما خرج إلى الصفا شك في عدد الأشواط، لو رجع آثم. كذلك قلنا داخل العبادة إذا كان كثير الشكر ودائما يسجد للسهو، نقول هذا السجود للسهو حرام في حقك لأنك موسوس. هو قد يحتج عليك بهذا الحديث، والحديث حج عليه، لا جاء رجل لابن عقيل إمام وقال: يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل بأكمله في الماء، ثم أخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء، ماذا علي؟ قال له ابن عقيل رحمه الله، قال: أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك ما يصلي. قال: ولما تسقط عني الصلاة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وأنت أحدهم. مجنون. نعم، هنا هذا من فقه الإمام، خيروا بين ماذا؟ بين ترك الوساوس أو ترك الصلاة ويكون بهذا مجنون. حتى يعني أيقظ الزوجة في آخر الليل وقال لها: اسمع، أنا أريد أن أدفع الشك باليقين، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأنا أشك، بل يعني وصل هذا إلى اليقين أنك طالق وطلقتك،
وأنا أدفع الشك باليقين أنت طالق. يقول الفقهاء رحمهم الله حتى هذا لا يقع طلاق لأنه مجنون. وبعض الناس هدانا الله إياه يشك هل خرج منه ريح أو لا، ويقول أنا أدفع الشك باليقين ويتعمد إخراج الريح من نفسه. فالشريعة جاءت لقطع الوسواس. هذا لا يعني أنه لا يأتي بالعبادة، يأتي بالعبادة كامل. مثاله الآن أقيمت الصلاة وهو لم يتوضأ، ماذا يصنع؟ يتوضأ مرة واحدة دون إخلال بالوضوء ويأتي ويصلي، يعني ما يتكلف أنه يبقى ويتوضأ ثلاث مرات تفوت تكبيرة الإحرام. وأن بعض الناس هدانا الله إياه، وهذا أكثر ما يكون من الوساوس في الطهارة، يبقى في دورة المياه أحيانا يعني أكثر من 20 دقيقة يتنحنح يقفز. البعض لابد أن يأخذ حول المسجد 3 مرات يلف حول المسجد، والبعض يقول لا أنا يخرج مني قطة من البول، وهذا أمر معروف عندي، وهذا ليس بشك، هذا يقين، لأني وضعت كذا وكذا وحللت هذه النقطة واكتشفت أنها بول. يقول شيخ الإسلام أن هذا يعني الذي يخرج الآن بعد البول أثر غسل الذكر بالماء. إذا اعتبرنا أن هذه نقطة بول، الأمر الثاني، قال الشيخ الإسلام يعفى عن يسير النجاسات ولا توسوس وانتهى الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهوم؟ أي نعم. إذن أخواننا هذه الشريعة جاءت لقطع الوساوس، لكن هناك فرق بين الإنسان لا يأتي بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها أو يوسوس. الآن الطهارة، أنت مؤتمن على الطهارة صحيح، جئت بما أمرك الله سبحانه وتعالى بك لا توسوس، أدينا الصلاة ولله الحمد، الآن اقطع كل وسواس ولا تتكلم في هذه المسائل، وبهذا ترتاح وتسلم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هكذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هل معنى هذا إذا وجدت منكر تتركه؟ إذا إنسان قصر في طاعة تتركه وتحتج عليك؟ نعم، هناك من يحتج بهذا الحديث عليك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يقول هذا لا يعنيك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول من رأى منكم منكرا فليغير. التغيير باليد يكون للسلطان ومن ولاه السلطان، والتغيير باللسان يكون للعلماء وطلاب العلم، والتغيير بالقلب هذا لكل مسلم، لابد أن تغير. ترك ما لا يعنيك، الناس اليوم يتكلموا في أشياء تعرفها السياسة، فإذا كان أحد يتكلم في السياسة يقول هذا الحاكم فيه كذا وكذا، تقول اسمع من حسن إسلام المرء، وترى هذا نقص في إسلامك، تركه ما لا يعني صح. يتكلم مثلا في أمور يعني في مثلا في الفقه أو في القراءة، يقرأ الإمام مثلا آيات وكذا يقول سبحان الله، هو لا يحفظ شيء من القرآن أصلا، يقول لماذا يقرأ بنا الإمام هذا، ولماذا كانت هذه الدورة في 40 النووية، ولماذا نتكلم في التوحيد؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حتى أن البعض يتكلم اليوم في الآيات وفي الأحاديث وتكلم في كبار العلماء، اي نعم، وفي فتاوى العلماء وفيما الى ذلك،
فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والبعض أيضا يتكلم اليوم في حال الحكام كذلك، يقول أنا لو كنت حاكم كان صنعت كذا وكذا وكذا. أنت لا تصلح أن تكون يعني حاكم على نفسك، فما بالك على دولة كاملة. والله صدق، هو لا يستطيع أن يسير بيت، كيف يريد أن يسير دولة بأكملها؟ ولهذا ترى اليوم بعض الدول صدق يعني قالوا فلان ظالم وكذا وكذا وكذا، طيب الآن ماذا صنعوا؟ لا شيء، ما استطاعوا أن يسيروا قرية صغيرة، كيف بكذا؟ ماذا تصنع؟ رأيت من الإمام من لجنة المسجد جماعة المسجد شيء أو خلل، وتعرف أن هذا خلل، يا أخي تنصح. أما أن تأتي بالغيبة والنميمة وغير هذا، لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا قلنا لكم بالأمس أن أكثر ما يفسد العالم أربعة: نصف متكلم هذا يفسد العقائد، يتكلم في الذات الإلهية ولا يتم أصلا الإيمان إلا بالرضا والتسليم، تقول آمنت وصدقت وسلمت وأثبت لله كل صفة كمال وأنزه الله عن كل صفة نقص وعيب، والله سبحانه وتعالى لم يعلمنا كيفية الصفات، صح؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والسؤال عنه بدعة، أخرج الرجل فإنه مبتدع، لأنه تكلم فيما لا يعني. بل أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سأل هذا الرجل عن الاستواء طأطأ رأسه وعلاه يقول الرحضان العرق، سئل عن عظيم، كيف تسأل عن هذه المسائل وما بقي أن تسأل إن عن الذات الإلهية، عن كيفية الصفات، ما بقي أن تسأل اليوم إلا عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هل أذنبوا أو لم يذنبوا، وما بقي أن تسأل إلا عن بعض الصحابة أو تتكلم في أمهات المؤمنين. عجيب والله. فأخواننا، هذا الأول، نصف متكلم، والثاني نصف فقيه، قالوا هذا يفسد البلدان، وهذا الذي حدث فيما يقال عنه بالربيع والخريف العربي، تكلم البعض وأفتى البعض والآن يقتل أهل الإسلام. بماذا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب، وهذا كثير. هذا الأخ حصل له ما حصل، قدر الله ما شاء الله، أسأل الله أن يعافيه، فأتي هذا قال عندي دواء ما شاء الله، وهذا يقول له لا كذا وهذا كذا. من حسن إسلام المرء، فهذا يقول له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا للأطباء ليس لكم. صحيح، يتكلم هذا مثلا في فتوى اللجنة الدائمة، يقول هذه الفتوى لم تعجبني. ما شاء الله، من شيخ الإسلام معي؟ صدق والله أخوان، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقول لماذا هؤلاء يضعوا أكثر، بعضهم يأتي يقول لماذا يضعوا 3 ميكروفونات هنا؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولو اشتغل كل واحد بما يعنيه ارتحنا. جاء رجل من هذا، جاء رجل إلى الحسن البصري، الحسن البصري إمام، وقال يا إمام فلان يقول فيك كذا وكذا. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، قال فيه أو لم يقل فيه؟ قال له الحسن هذا فيه كذا وكذا؟ لا. قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ بهذا نرتاح والله أخوان، لو كل إنسان اشتغل بما يعني ارتحنا.
وكل إنسان قام بالذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. تعمل عمل تتقنه وتشتغل بنفسك، وابدأ بنفسك، وبهذا والله أخواننا نرتاح. لكن الإشكال اليوم أننا نفتش عن أخطاء الآخرين للإصلاح، لا، للتشهير ولكذا، إلا من رحم الله. فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، ولو مشينا على هذا ارتحنا، وتشتغل بما تعرف، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن هذا ما يعنيك، تعرف أنه منكر تتكلم عليه، فتوى كلام للعلماء لا تدري عنها شيء لا تتكلم. طيب، قال عن أبي حمزة الأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. لا يؤمن، نفي الإيمان هنا هل يدل على الخروج من الدين؟ من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، تكفير الأمة، تكفير المجتمعات، التبديع، التفسيق، هذا ليس لي ولا لكم، هذا لمن؟ لكبار العلماء، للقضاء. نعم، الآن فتوى في الطلاق هل نقدر عليها نحن؟ لا. إذا من خروج مرأة من عصمة رجل نقدر عليه؟ والله ما نقدر عليه. فما بالك خروج إنسان من الدين بالكلية. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أخواننا، مسائل مهمة جدا لابد من التنبه لها. تعيد الحديث: لا يؤمن، نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الدين. الأصل أننا نحمل على نفي الوجود، إن لم نستطع على نفي الصحة، إن لم نستطع على نفي الكمال. عندنا كم درجة؟ ثلاث درجات. انتبه معي، كم درجة؟ ثلاث درجات. الدرجة الأولى أننا نحمل على نفي الوجود، لا خالق إلا الله. هل يوجد خالق يخلق من العدم غير الله سبحانه وتعالى؟ والله ما يوجد. إذن لا خالق هنا نفي وجود، ولا شك في هذا، نحمل على أول مرتبة. فإن لم نستطع أو وجدنا أدلة أننا لا نستطيع على نفي الوجود، نحمل على نفي الصحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل يوجد أشخاص يعني يصلون اليوم ولا يقرؤون الفاتحة؟ نعم يوجد. إذا ما نستطيع أن نحمل على نفي الوجود، نحمل على نفي الصحة. كل من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته باطلة. إذا حملنا على المرتبة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا المرتبة الثانية، مثال على الثاني، مثال على الأول: لا خالق إلا الله. طيب، المثال على الثالث: لا يؤمن أحدكم. هل نستطيع أن نحمل على نفي الوجود؟ لا. نفي الصحة؟ لا. إذن نفي الكمال، يعني الإيمان ينقص، وهذا دليل على زيادة ونقص الإيمان. طيب، لا يؤمن أحدكم، حديث آخر، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نحمل على نفي الوجود؟ لا نستطيع. نفي الصحة؟ لا نستطيع، لأن عمر في الحديث قال له هذا ولم ينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، ثم قال له: لأنت الآن أحب إلي. مفهوم؟ إذا نحمل على نفي الوجود، إن لم نستطع نفي الصحة، لم نستطع. لماذا لم نستطع؟ لوجود الأدلة والتكفير.
لأن الأدلة هي التي لا بد أن نحكم الشريعة ولا نحكم الأهواء. وبهذا نسأل الله العافية والسلامة، ظل الخوارج تمسكوا بنص من نصوص الكتاب والسنة وتركوا بقية النصوص، وكذلك قابل الخوارج المرجئة تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وأهل السنة توسطوا جمعوا بين النصوص. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لماذا قال لأخيه؟ حتى تعلم أن الأخوة هي الموجبة للمحبة، ويحثك هذا على محبة هذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثال، الآن رأيت إنسان يصلي إلى غير القبلة، تتركه؟ لا. لماذا لا تتركه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ترى إنسان يشرب خمر، نسأل الله العافية والسلامة، تتركه؟ وقد يقول لك بعض الناس لا أتركه، تقول لا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من هنا الكبيرة ما هي؟ الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو أن الله لا يحب أو كذا، أو نفي الإيمان أو كذا، مثل هذا الحديث. إذن لابد أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. طيب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة جاء لأخيه وقال خذ، ما هذا؟ قال خمر. لماذا؟ قال لأنه هذا يحب، قال أنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأنت أخي في الله، وهذه الليلة ليلة يجتمع فيها الشياطين وكذا ويشربون فيها كذا. هل يصح هذا؟ إذن وجد في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وحتى لو لم تأتي هذه الزيادة، ما يحب لنفسه، لا يمكن أن تكون المحبة إلا على ما يوافق الشريعة لا ما يخالف الشريعة. ولو كنا أخواننا على هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله لسعدنا. لكن الإشكال أن الشيطان أراد أن يفرق بين الإخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا من الخير. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، تعيد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا به. نعم، لا يحل، أي يحرم دم امرئ مسلم. وذكرنا فيما تقدم أن النفس المعصومة أشياء أربعة: مسلم، هذا معروف، معاهد كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة في الحديبية، ذمي الذي يقيم تحت خلافة الدولة المسلمة يدفع الجزية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر، مستأمن، وقلنا هذا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة،
من دخل داره فهو آمن، قد أجرنا من أجرت أمهان، إلا بإحدى ثلاث. هنا يحل الدم، يحل الدم من من؟ من كل أحد، صح؟ لا، الذي يقيم الحدود هو السلطان. طيب، نعم، قال الثيب الزاني إلا بإحدى ثلاث. هذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا سار الأئمة. ونقول لكم مثلا نفس المعصومة أربعة، صح؟ أي نعم، الاستطاعة تنقسم إلى كذا وكذا وكذا، وهذا من حسن التعليم واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بإحدى ثلاث. نعم، الثيب هو من جامع في نكاح صحيح. نعم، طيب، الثيب الزاني، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، قال والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني قتل معصوم الدم، ومعصوم الدم أشياء أربعة. نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه، وبهذا يكون مفارق للجماعة، أي المرتد، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء نقيم عليهم، قلنا الثيب، والثاني النفس بالنفس، هؤلاء نقيم عليهم الحد. أما المرتد قلنا في الدرس الماضي نقيم عليه، نقيم على المرتد حكم، لأنه لو تاب تركنا، ولو بقي نسأل الله العافية والسلامة على ردته قتلوا السلطان، وهذا استتابة المرتد نرجع فيه إلى رأي السلطان على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. نعم، أنا الأول. لا، تعيد الحديث يا رجل. نعم، أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طيب الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ما يخاطب أصلا، يخاطب أول ما يخاطب بالشهادتين. هذا فيه يعني حث، هذا تقول مؤمن بالله اليوم الآخر؟ قل نعم، والله ما أشك في هذا، إذن لابد أن تأتي بهذه الأشياء، مفهوم؟ كما مر معنا مثلا في كتاب التوحيد، قال ناداهم الله باسم الإيمان، من؟ في أي آية؟ نعم، أي آية؟ أين ذكر الإيمان؟ أين ذكر الإيمان؟ أعرف، لكن ما هي، ما هو الدليل؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. طب وين الدليل؟ نعم، لا، ها، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا، يعني إن كنتم مؤمنين حقا هاجروا. نعم، أدلة الهجرة تتركوها الآن هنا لا إشكال. طيب، إذن أركان الإيمان كم؟ من يعرف أركان الإيمان إخواننا؟ سبحان الله، نعم، ستة. ذكر هنا في الحديث ركنين من أركان الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر ذكرنا فيما تقدم أن العبادة لابد فيها من خوف ورجاء، اليوم الآخر يوجب الخوف والإيمان بالله يوجب المحبة،
وبهذا تسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وتقدم معنا الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. من كان يؤمن بالله اليوم الآخر، كل واحد من أهل الإسلام لابد يؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. فهذا فيه الحث، كأنك تقول إذا كنت حقا مؤمن بالله واليوم الآخر ماذا تصنع؟ نعم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فليقل خيرا، والخير ما جاءت به الشريعة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن أو حسن. أحسن، فأحسن ما لديك تتكلم به، وإلا تصمت. قام هذا وأراد أن يتكلم الآن ويقطع علينا الدرس أو يشاغب أو كذا، فهذا يقول له: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول صمت، مفهوم؟ يعني أدب، وبالحديث تتكلم لهذا. نعم طيب، فليقل خيرا أو ليصمت. ولهذا أخواننا قال العلماء رحمه الله تعالى، بعض العلماء يقول: من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. ولهذا بعض الناس هدانا الله إياه في هذه الأيام يعني يأتي بالقصص، وهذه القصص أحيانا تثير الشهوة، كما ذكرنا لكم بالأمس. يقول فلان التقى بفلان وفلانة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا يثير الشهوة. نقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هؤلاء اجتمعوا وهذا يتكلم عن النكاح ويتكلم عن كذا، فهذا يقول له: اتق الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مفهوم؟ نعم طيب. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره، الوصية بحسن الجوار. الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب، له كم حق؟ حقوق ثلاثة: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. ثلاث حقوق. هذا الأول. الثاني: جار مسلم، له حق الإسلام وحق الجوار. الثالث: جار كافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتراءى نارهما. اعتبر أن لديك جار كافر، له حق عليك؟ نعم. تؤذيه؟ تضع الشوك في طريقه؟ لا. وكم من جيران عندنا عندكم يعني أسلموا بسبب الجوار؟ حتى أنا أعرف أنه البعض، بعض الكفار يتمنى أن يكون بجوار مسلم. لماذا؟ يقول: لأن المسلم لا يشرب الخمر، ولا، لأن هذا الكافر ممكن يشرب الخمر وكذا ويدخل بيت الجيران، لأنه لا يدري أين يدخل أصلا. ويقولهم هم يشهدوا بهذا، يقول أن المسلم في الغالب جوار المسلم لا نرى الأشباح إذا كنا بجوار المسلم، يعني الشياطين. أي نعم، هم يعرفوا هذا. فأخواننا الآن، هذا الجوار تستطيع أنك تجعل هذا الجوار كل من بجوارك من المسلمين، برسالة، بكلمة. الدعوة أحيانا تكون بالفعل أعلى من القول. طيب، وهؤلاء الجيران. نعم، والجيران قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: نرجع في الجيران سواء من البعد أو القرب على ما كان عليه العرف. نعم، لأن أحيانا تكون المدن صغيرة والبيوت متقاربة، وأحيانا تكون متباعدة. نعم،
هذا يرجع فيه حسن الجوار وكذا، يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشريعة. يطبخ مثلا ويهدي إلى جيرانه، لا يؤذيهم بوقوف السيارات مثلا وكذا. نعم. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه، الإكرام يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشريعة. نعم، لأن البعض يا أما إسراف أو تقتير، والوسط هو يعني ما جاءت به الشريعة. نعم. عن أبي هريرة لا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.